رب العالمين أحمده سبحانه بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده رغبنا ربنا في الصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة باقية لا تنقضي ولا تنتهي وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وعن أختهما سيدتنا زينب وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء وعن أمها سيدتنا خديجة وعن سائر أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم يا كريم أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا القرآن الكريم قصة نبي الله الحكيم سليمان عليه السلام لنتعلم منها الدروس الكثيرة والعبر النافعة المفيدة ولعل من أهم أسباب قصة نبي الله سليمان أن نبحث دائما عن المغمورين وأن نسلط عليهم الأضواء وألا ننشغل بشيء عن شخص مهما كان فقيرا أو ضعيفا أو عاجزا أو مغمورا فرأيناه عليه السلام رغم كل ما أكرمه الله به من إمكانات عظيمة وأمده من طاقات هائلة فقد سخر الله له الإنس والجن والطيور والحيوانات والرياح ومع هذا رأيناه يسأل عن طائر صغير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ليعلمنا أن كثيرا من الناس قد يكون قد نعرض عنهم انشغالا بالدنيا عن شأنهم لقلة إمكاناتهم ولضعف ظروفهم لكن لهم عند الله شأنا عظيما وقديما قال أهل الله إن لله عبادا لو رفعوا إليه حواجبهم لقضيت حوائجهم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ما أحوجنا اليوم وما أحوج شبابنا خاصة أن ننقب في دفائن التاريخ الإسلامي العظيم لنستخرج منه الكنوز واللآلئ النافعة المفيدة لنا وأن نسلط الأضواء على شخصيات منسية لتكون قدوة لشبابنا تنفعهم في الدنيا والآخرة فكم من الشخصيات المغمورة في التاريخ هي آلق من الشمس ضياء وأندى من الزهور عبيرا وعطرا نسيها الكثير منا لكنها عند الله عظيمة
نريد أن نوجه أنظار شبابنا اليوم خاصة في ظل هجمات شرسة توجه إليهم وحرب شعواء تدفع نحوهم ما بين إرهاب وإلحاد وانحلال وفساد، نريد أن نرجع بشبابنا إلى التاريخ العظيم حتى يعود دورهم في المجتمعات بالبناء والتنمية والتعمير. نلقي اليوم الضوء على شخصية مغمورة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي بنت البتول فاطمة بضعة رسول الله الزهراء، وهي بنت سيدنا علي رضي الله عنه. إنها أخت الحسنين، أفصح بنات قريش، وليست السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. هي سيدة عظيمة الشأن كريمة القدر، أحبها الحسنان حبا جما، وأكرمها زوجها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الطبري في تاريخه أن سيدنا عمر الفاروق أراد أن يتزوج من أم كلثوم بنت سيدنا أبي بكر الصديق، وطلب من أختها عائشة أن تعرض عليها أن يتزوج بها، فأبت أم كلثوم بنت أبي بكر أن تتزوج منه لشدته في الحق ولخشونة العيش الذي يحياه، وقالت: إني قد لا أصبر على شظف العيش الذي يحيا فيه. فتحيرت عائشة ماذا عساها أن تقول لأمير المؤمنين بعدما رفضته أختها، فاستشارت داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال لها: أنا أكفيك ذلك. وذهب إلى سيدنا عمر وقال: يا أمير المؤمنين، بلغني عنك أنك تريد الزواج من ابنة أبي بكر، وإنك لتعلم أنها جارية نشأت في بيت ترف ورقة ولين، وأنت تعيش في شدة وخشونة من العيش، وإن الله قد جعل لك مهابة تخيف بها كبار الرجال، فكيف بامرأة؟ وإني لأخشى إن أغضبتها أن تقطع محبتك بأبيها أبي بكر. فقال له الفاروق: صدقت، ولكني كلمت عائشة فماذا أقول لها؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفيك ذلك وأدلك على من هي خير منها. قال: ومن خير منها؟ قال: أفصح بنات قريش، بنت البتول وعلي، إنها أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. فسر الفاروق لذلك. وأخرج الإمام الطبراني رضي الله عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب طلب الزواج من بنت سيدنا علي بن أبي طالب، وقال له: والله لأرصدن لها من الكرامة ما لا يرصده غيري، وإنها عندي مكرمة ولا أهينها أبدا. فقال له سيدنا علي: إن لي معها أميرين لا بد أن أرجع إليهما. وهذا درس يتعلمه الآباء في مشاورة أبنائهم في الأمور الكبار، حتى تحدث بينهم وبين أولادهم ألفة ومودة ومحبة. وانطلق سيف الله الغالب إلى الحسنين رضي الله عنهما وقال: إن أمير المؤمنين عمر يريد الزواج
من أختكما أم كلثوم؟ فقال: ومن كأمير المؤمنين عمر؟ صحب رسول الله ومات النبي وهو عنه راض، وتولى خلافة المسلمين فعدل وحكم بين الناس بالسوية، والله لا نجد خيرا منه زوجا لأختنا. فقال عمر إني، فقال علي إني أعلم منه ذلك، لكني أردت ألا أقطع أمرا دونكما. ودعونا نرد بهذه القصة الثابتة على من يشنون الحروب على سيدنا أبي بكر وعمر من الشيعة ومن سار على دربهم، كيف يلعنون اليوم الفاروق عمر ويسبون ابنته الصديقة ويسبون ابنته حفصة، وقد زوج سيدنا علي ابنته له ورضي بهذا الزواج الحسنان رضي الله عنهما، وتزوجها سيدنا عمر وأكرمها غاية الإكرام وأحسن إليها لأنها بضعة رسول الله. ثم خرج الفاروق على أصحابه وقال لهم: هنئوني هنئوني. فهنأه الناس ثم قالوا: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد تزوجت من بضعة رسول الله، وإن لي عندي الآن منه عضو من أعضائه، تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. ثم ذكرهم بحديث رسول الله القائل فيه: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ثم قال عمر: لقد كان لي مع رسول الله سبب ونسب، فأردت أن أقوي هذا بالمصاهرة. وأمهرها رضي الله عنها وأرضاها 40,000 إكراما لها وتقديرا لمكانتها من رسول الله، فإنها الطاهرة بنت الأكرمين التي ذكر القرآن عنها وعن آل بيت النبي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعاش الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مع امرأته أم كلثوم على وفق ووئام ومحبة واحترام، وعاونته رضي الله عنها وأرضاها كثيرا في عمل الخير والمعروف. فقد ورد أن سيدنا الفاروق خرج ذات ليلة يتحسس أحوال الرعية ويتفقد شؤون العباد، فوجد أعرابيا يجلس على باب خيمته وقد كسى وجهه الحزن وملته الكآبة، وسمع رضي الله عنه وأرضاه صراخ امرأة داخل الخيمة، فقال له عمر: أيها الرجل، ما أجلسك هكذا؟ ومن تلك التي تصرخ؟ قال: إنها امرأتي، وقد آن موعد مخاضها، إنها تلد، وإني لا أجد أحدا يقف معها، ولا أملك مالا أنفق عليها. فهرع الفاروق عمر إلى امرأته بضعة رسول الله أفصح بنات قريش وقال لها: هل لك في خير تفعلينه يا أم كلثوم؟ قالت: على الرحب والسعة. قال: جهزي معك ما تحتاجه المرأة حال المخاض واتبعيني. وحمل رضي الله عنه وأرضاه على كتفه زادا كثيرا وطعاما وأموالا، وانطلق كالسهم
نحو الأعرابي وأدخل امرأته على امرأته حتى تكون معها حال المخاض، وأشعل النيران على القدر وأخذ يهيئ طعاما، وبعد قليل خرجت أم كلثوم لتنادي على زوجها قائلة: يا أمير المؤمنين، بشر الرجل بغلام. فقام الأعرابي منتفضا وقال: أأنت أمير المؤمنين عمر؟ قال: أجل، هون عليك. ثم أعطى الطعام لامرأته وقال: أطعم المرأة وأتيني بفضلتها. فأكلت حتى ارتوت وأخرجت له ما تبقى في القصعة فأعطاه للرجل وقال: كل ثم نم، وأتني في الغد فإني أعطيك ما يسرك بإذن الله. هكذا عاونت المرأة زوجها. وبهذا ندعو جميع النساء والزوجات أن يتعاون مع أزواجهن في عمل البر والمعروف والخير، مصداقا لقول الرب عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنه ليحزننا كثيرا أن نرى جل بيوت شباب المسلمين اليوم مهترئة ضعيفة دب فيها الشقاق والشجار والاختلاف الذي وصل إلى حالات الطلاق والخلع لأتفه الأسباب. ونسي هؤلاء وأولئك أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وأن النبي الأكرم قال: المختلعات هن المنافقات. ويروي لنا التاريخ موقفا آخر لبضعة رسول الله الطاهرة بنت البتول فاطمة أم كلثوم مع زوجها عمر رضي الله عن الجميع، وذلك عندما أرسل ملك الروم خطابا إلى سيدنا عمر يقول له: اجمع لي العلم كله والحكمة كلها في كلمة واحدة يا عمر. ثم قدم له قارورة وقال له: ضع في هذه القارورة من كل شيء. فكتب له الفاروق عمر: إذا أردت الحكمة والعلم كله فأحب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكرهه لنفسك. ثم أمر بالقارورة أن تملأ بالماء، وكتب له قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأرادت أفصح بنات قريش أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها أن تبعث بهدية لامرأة ملك الروم، فأرسلت لها ثيابا وطيبا وهدايا. وبهذا نعلم أن الشرع الشريف سمح لنا أن نتعامل مع غير المسلمين بالمعروف، وأن نتراسل معهم، وأن نقبل منهم هداياهم، وأن نكافئها عليهم، وأن نحسن إليهم طالما سالمونا ولم يقدموا لنا شرا. قال جل شأنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فلما جاءت الهدايا إلى امرأة ملك الروم ردت عليها بعقد ثمين نفيس لم تر العيون أجمل منه. فلما رأى الفاروق عمر عقد امرأة ملك الروم مع امرأته سألها: من أين هذا؟ فأخبرت،
فأخذ منها العقد وخرج على الناس وجمع أصحابه وحكى لهم ما كان، وقال: إن أم كلثوم امرأتي أرسلت إلى امرأة ملك الروم هدايا، فردت عليها بهذا العقد، فهل يحل لامرأتي ذلك؟ فقال الناس: وما يمنع يا أمير المؤمنين؟ هدية بهدية، راسلتها امرأتك فردت عليها فهو حلال لها. لكن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الخائف من الله الورع، قال: لقد أرسلت هديتها مع البريد، أي مع موظف ومع عامل من عمال دولتي، وجاءتها الهدية عن طريقه، فهذا لا يحل لها. ثم دفعه إلى بيت مال المسلمين وعوض امرأته عن هديتها خيرا. وصدق رسول الله حين قال: لا ورع كالكف، أي أن الورع الحقيقي أن تكف عن محارم الله، وأن لا تأخذ شيئا فيه شبهة مهما كانت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وبه اقتدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، هكذا عاشت بضعة رسول الله الطاهرة بنت البتول فاطمة أم كلثوم مع زوجها الفاروق حياة السعادة والهناء، وأكرمها الله من الفاروق بولد يقال له زيد، وببنت يقال لها رقية. وشهدت رضي الله عنها فاجعة عظيمة أثرت فيها تأثيرا بالغا، ففي يوم من الأيام جاءها زوجها الفاروق محمولا على الأكتاف بعدما طعنه عبد مجوسي حاقد على المسلمين والإسلام. فلما رأت زوجها قد طعن بسهم أو طعن برمح بسكين، صاحت قائلة: وعمرا! فارتج البيت بصياح النسوة والصبيان. فما كان من سيدنا عمر إلا أن قال: والله لوددت أني أملك ما في الأرض حتى أفتدي به من هول يوم القيامة. فقال له سيدنا ابن عباس وكان حاضرا: والله يا أمير المؤمنين، إني لأظنك ممن قال فيهم ربنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإنك لن ترى النار إلا بوقت مرورك عليها. ثم قال له: ولم لا، وأنت أمير المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين، حكمت فعدلت. فقال له الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس أمام الله؟ قال ابن عباس: أجل والله أشهد، أجل والله أشهد. فسر الفاروق ثم خرجت روحه. عاشت رضي الله عنها وأرضاها معه على المحبة والوئام. ولما انقضت عدتها زوجها أبوها علي رضي الله عنه وأرضاه من سيدنا محمد ابن جعفر ابن أبي طالب،
فقتل واستشهد في سبيل الله، فتزوجت من أخيه عون ابن جعفر، فلما مات وانتهت عدتها طلبها أخوهما الثالث عبد الله بن جعفر بحر العطاء، فقالت رضي الله عنها: إني لأستحي من أمهم أسماء بنت عميس، فقد مات ابنيها عندي، وإني لأخشى أن يموت الثالث. فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وكان موتها غريبا، قل ما يحدث في دنيا الناس. ماتت هي وابنها زيد في يوم واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، حتى إن الصحابة لم يورثوا أحدا منهما لجهلهم بمن سبق الثاني في مقابلة الله عز وجل. وقدم سيدنا الحسن ابن علي أخوها عبد الله بن عمر ليصلي على أخته وعلى ابنها، فرضي الله عن بضعة رسول الله أفصح بنات قريش، أم كلثوم أخت الحسنين وزينب رضي الله عن آل بيت رسول الله جميعا وأرضاهم، ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم وعلمنا من علومهم دنيا وأخرى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر.